عدم الامان. استهدفت طائرة حربية من طراز خوي 24 مدينة معرة النعمان بعدة غارات جوية تركزت على الأماكن السكنية وأيضا تركزت على الأسواق وعلى الطرقات. حتى اللحظة لا نعلم أعداد الشهداء، كل ما نعلمه استهداف للأماكن السكنية والمحال التجارية، أيضا استهداف المركز الثقافي في مدينة معرة النعمان. 4 غارات جوية كانت كفيلة بدمار هائل، ولا نعلم حتى اللحظة أعداد الإصابات لأن فرق الدفاع المدني والمدنيين توجهوا على الفور باتجاه المناطق المستهدفة لأنها تعددت هذه المناطق. وينكم يا عرب يا رؤساء؟ يعني ما نكون طاسين لك؟ وينكم يا أمة محمد؟ لك وحدة صاحت ومعتصمة جيش من الأول ولآخر مشان وحدة مرة انكشفت عورتها. لك وين يا كون يا مسلمين؟ لك ايش بدنا نحكي؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. لك خافوا الله بهالشعب. لك مدني قاعد في بيته ايش له علاقه؟ عم يتدمر، الولع عم تتشقف. لك يخافوا الله فينا يا مسلمين يا مؤمنين يا عرب. خي كنا عم نشتغل نحن والمرشي مدني عم نشتغل خزانات، وحتى الخزانات لنازحين يعني. سمعنا صوت الصاروخ عم نشتغل، ما سمعنا صوت نزل فوقنا الحجار والدرديم، هاي ليك الخزانات شلون شفت عينك شلون. وين في ضربات كمان بالسوق؟ هون وبقفانا ضربي وبقفانا ضربي، ثلاث ضربات، ثلاث صواريخ ضربناهم. الحمد لله. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الجدير بالذكر، 4 طائرات حربية في أجواء ريف إدلب الجنوبي تجوب المناطق وتقوم بالتنفيذ. منذ قليل كان هناك إفراغ حمولة بالكامل على بلدة البرة. جميل حسن، أورينت نيوز، ريف إدلب.